أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية من السلامة والصحة المهنية. موضوع محاضرة اليوم هو كيفية حماية الجسم من المخاطر، إزاي أحمي أجزاء الجسم المختلفة زي الرأس، السمع، البصر، القدمين، الظهر من المخاطر المختلفة في بيئة العمل. الموضوعات اللي هنغطيها في محاضرة اليوم كيفية حماية الرأس وحماية القوى السمعية والأذن، واقي العينين والوجه، حماية الجهاز التنفسي، كيفية حماية اليدين، حماية باقي الجسم بصفة عامة، وحماية القدمين. عشان أحمي أجزاء الجسم المختلفة من مفرق الرأس لأخمص القدمين، خط الدفاع الأخير المستخدم هو مهمات الوقاية الشخصية. إيه هي؟ هي معدات وأدوات وإجراءات وقائية تستخدم لحماية العامل من الإصابات والمخاطر التي قد تفاجئه خلال فترة العمل في المنشأة أو ورشة العمل الخاصة به. زي ما قلت، هي خط الدفاع الأخير، وبتك على كلمة الأخير مش خط الدفاع الأول. المفروض خط الدفاع الأول إن أنا بأمن بيئة العمل كويس خالص عن طريق إجراءات السلامة المهنية. فشل خط الدفاع الأول، يبقى خط الدفاع الثاني، خط الدفاع الثالث، وهكذا. آخر خط دفاع هو مهمات الوقاية اللي أنت لابسها، مهمات الوقاية الشخصية. خط الدفاع الأخير لوقاية العاملين من عوامل الضرر التي قد يتعرضون لها بسبب ظروف العمل الذي يقومون به. تستخدم معدات الوقاية، ممكن أسميها معدات وقاية شخصية أو مهمات وقاية شخصية، عند وجود حالات تمثل احتمال حدوث إصابة أو امتصاص أو استنشاق أو تلامس مباشر. كل ده بينتج من المخاطر المختلفة اللي احنا أخدناهم بصفة عامة المحاضرة السابقة، زي مخاطر التشغيل أو مخاطر العمليات، مخاطر بيئية، مخاطر كيماوية، مخاطر إشعاعية، مخاطر ميكانيكية، وهكذا. مهمات الوقاية الشخصية في شروط عامة يجب أن تتوفر في كل معدات الوقاية أو مهمات الوقاية الشخصية. أول حاجة، يجب أن يتم اختيار معدات الوقاية الشخصية بحيث تكون مطابقة للمواصفات. مش أي حد بيصنع تحت السلم نشتري منه مهمات وقاية ونلبسها، في مواصفات معينة لازم تتوفر، مواصفات عالمية ستاندردز متوفرة لازم تتوفر في معدات أو مهمات الوقاية الشخصية دي، حتى تقلل الأخطار التي تستخدم من أجلها لأقل حد ممكن، أي أنها يجب أن تكون فعالة في الوقاية من المخاطر التي يتعرض لها العامل. الكمامات على سبيل المثال من مهمات الوقاية الشخصية، خط الدفاع الأخير عشان الفيروس ما يدخلش للجهاز التنفسي. لو متصنعة تحت السلم هيبقى زي قلتها، لو الخوذة دي متصنعة تحت السلم وانت لابسها شكل خوذة ومحترمة وتمام، لكن لما تيجي حاجة تسقط على الخوذة دي تلاقي الخوذة اتكسرت، يبقى كده دي غير مطابقة للمواصفات. يبقى أول حاجة لازم تكون مهمات الوقاية مطابقة للمواصفات العالمية. يجب أن تكون مهمات الوقاية الشخصية مناسبة للجسم، مريحة للعامل، سهلة الاستخدام، بمعنى أن تمكن العامل من القيام بالحركات الضرورية لأداء العمل وإنجاز المهام بدون صعوبة، وحتى لا يتم إهمال استخدامها من قبل العامل. مش هجيب مهمات وقاية شخصية تكبل العامل، يتكعبل في مهمات الوقاية الشخصية، تبقى عائق عن أداء عمله، يبقى أوسع منه. هو بيجي أول يوم في الشغل بسلمه مهمات الوقاية، بسلمه الأفرول والخوذة والحاجات دي، ما تبقاش عندي حاجات واسعة عليه وأقول له أديها لك أو خدها، ما عنديش مقاسك خد دي الكبيرة، ما ينفعش. يجب أن تكون مهمات الوقاية الشخصية ذات حجم مناسب والشكل بتاعها مقبول عشان العاملين يلبسوها ويرتدوها بأريحية كاملة، وأن تتحمل ظروف العمل بحيث لا تتلف بسهولة. مش كل شوية مهمات الوقاية تتكسر أو يحصل فيها أي مشكلة، لازم يكون مهمات الوقاية تتحمل ظروف العمل. حماية الرأس،
أول حاجة من مهمات الوقاية يجي في ذهنك لحماية الرأس هو ارتداء الخوذة. يجب ارتداء معدات لحماية الرأس من الأجسام الصلبة التي قد تسقط فوقها أو اصطدامها بالمواد والأجهزة. مش لازم الخوذة تكون بتحميك فقط من الحاجات اللي تسقط على دماغك، لا، ممكن تبقى ماشي في مكان في مواسير في حواجز وبتضطر ان انت تطاطي او توطي عشان تعدي من حاجة من حاجز معين، فممكن لو مش لابس الخوذة دماغك تخبط في الماسورة تخبط في الحائط. الخوذة اللي منها انواع كتير تعتمد على المواد الداخلة في تركيبها، تلاقي كل شوية تطلع مادة جديدة تستحمل الصدمات، خفيفة شكلها مقبول، هتلاقي ايه الخوذات بتختلف طبقا للمواد الداخلة في تركيبها، والخوذات دي انواع كتير على حسب نوع المخاطر المحتمل وقوعها، وبرضه هتلاقيها لازم تكون ملائمة لحجم الرأس. غالبية الخوذات يقاوم الصدمات وبعضها يقاوم الحرارة، هتلاقي في خوذة دي للصدمات بس، لا دي بتقاوم الصدمات وبتقاوم كمان درجة الحرارة العالية، لا ده كمان بتقاوم درجة الحرارة والمواد الكيميائية زي الأحماض والقلويات والمذيبات والزيوت وغيرها، لا ده في بعض الخوذات بتعزل عن الكهرباء. لو دماغك لمس التيار الكهربي وانت لابس الخوذة ما تتكهربش. يجب أن تكون الخوذة قادرة على امتصاص الصدمات، وقعت على دماغك حاجة الخوذة تمتص الصدمة، اتخبطت في حاجة الخوذة تمتص الصدمة. في بعض الحالات يجب أن تكون مقاومة للصدمة الكهربية، زي ما قلت في بعض الخوذات بتقاوم الصدمة الكهربية، لو ماسك كده وفي تيار كهربي لامس الخوذة يبقى في عزل كهربي عن طريق الخوذة دي. أنواع الخوذات بقى طبقا، احنا قلنا بتختلف الخوذات طبقا لإيه؟ لمادة التصنيع والهدف طبعا من الاستخدام. بلاستيك، لو خوذة بلاستيك هدف من استخدامها وقاية من سقوط المواد الثقيلة والحادة، الفئة اللي هتستخدمها بقى عمال التنقيب عن المعادن. في بعض الخوذات مصنوعة من الفايبر جلاس، الهدف من استخدام الفايبر جلاس الخوذة اللي هي فايبر جلاس وقاية من الحرارة وسقوط المواد الساخنة. مين بيستخدمها بقى؟ عمال الكهرباء والإنشاءات. خوذة مصنوعة من بلاستيك خفيف، هدف من استعمال وقاية من الصدمات الخفيفة، وهتلاقي الخوذة خفيفة. الفئة المستعملة عاملين في الأماكن الضيقة والمغلقة. في بعض الخوذات مصنوعة بالبلاستيك المقوى وموجود فيه شبك فولاذي، الهدف من استعمال وقاية من سقوط المواد التقيلة بقى والاصطدام بها. مين بيستخدمها؟ عمال الإنشاءات والتركيبات. في خوذة مصنوعة من الألمونيوم بيعكس الحرارة، الهدف من استعمال وقاية من الحرارة وأشعة الشمس. مين بيستخدمها؟ عمال بقى البترول، استخراج البترول اللي في الصحراء أو في البحار معرضين لأشعة الشمس، وعمال الإنشاءات كذلك. في خوذة مصنوعة من نحاس، دي للوقاية من اللهب والحرارة. مين بيستخدمها؟ رجال الإطفاء. في خوذة مصنوعة من القطن، مين بيستخدمها؟ كلنا، بس ما بنسميهاش خوذة، لكن لو سميناها خوذة بقى تستخدم استخدامات مهنية. الوقاية من البرد بيستخدمها عمال الإنشاءات في فصل الشتاء. طيب حمينا الرأس بارتداء مهمة الوقاية اللي هي ايه؟ الخوذة. كيف نحمي السمع؟ تمام، سمع حد بيقول بسدادات الأذن. تستخدم معدات حماية السمع اللي هي في غالب الأحيان سدادات أو أغطية للأذن زي الموجود في الصورة اللي قدامك، للوقاية من التأثيرات السلبية الضارة للضجيج الضوضاء على الجهاز السمعي وعلى الجسم بشكل عام. تعمل هذه المعدات على خفض مستوى الضجيج إلى الحد الذي يعتبر فيه آمناً على الأذن طبعاً، الحد المسموح به 85 ديسيبل. يجب ألا يزيد عدد ساعات تعرض الإنسان للضوضاء عن 8 ساعات. يمكن أن ينشأ عن الضوضاء إجهادات نفسية أو عضلية.
في حالة استخدام سدادات أو أغطية مصنوعة من مطاط صحي فإنه يجب أن ينظف بعد كل استخدام لضمان السلامة والصحة. حماية العينين والوجه تتم باستخدام أقنعة بلاستيكية أو معدنية أو نظارات زجاجية تستخدم لحماية الوجه والعينين من الأجزاء المتطايرة والأشعة ومن طرطشة المواد الساخنة والحارقة. هتلاقي الراجل بيلحم لابس نظارة معينة أو قناع معين عشان يحميه من الأشعة الضارة، وكذلك من طرطشة بعض المواد الساخنة والحارقة. تستخدم تلك المعدات لحماية العينين والوجه من الغازات والأبخرة والأدخنة والأتربة المنطلقة من العمليات الصناعية المختلفة. يشترط أن تتوفر في تلك المعدات اللي هي بتستخدم لحماية العينين والوجه المواصفات الآتية: أول حاجة أن تكون مريحة بدرجة مقبولة، أن تكون محكمة، أن تكون قابلة للتنظيف والتطهير عشان بيعاد استخدامها مرة أخرى، أن تكون بحالة جيدة. مهمات حماية العينين والوجه: أول حاجة النظارات ممكن تتصنع من البلاستيك الشفاف، ودي بتستخدم لحماية العينين من تطاير الغبار والأجسام الدقيقة، والفئة المستعملة عمال صناعة الأخشاب. لكن لو النظارات دي بلاستيك مقاوم للحرارة والخدش، فده بيحمي العينين من تطاير الشرر والأجسام الدقيقة السخنة، عمال اللحام بقى بيستخدموها. الواقيات بقى، واقي الوجه ممكن يبقى بلاستيك شفاف، وده للوقاية من الرايش المتطاير بسرعة بطيئة وأحجام صغيرة، وعمال عمليات الخراطة بيستخدموا هذا النوع من الواقيات، أو واقيات من الشبك المعدني، وده بيستخدم للوقاية من تطاير الأجسام المعدنية، وبيستخدموه عمال الصناعات المعدنية. أدي أنواع النظارات والواقيات اللي إحنا قلنا عليها، ممكن في أغراض طبية، أغراض اللحام، أو أغراض النجارة وتطاير روايش الأخشاب، أو استخدام الشنيور وروايش سواء بحفر في خشب أو بحفر في خرسانة أو في حائط وهكذا. بدي أنواع وأشكال مختلفة من نظارات الواقية وواقي الوجه. حماية الجهاز التنفسي: تختلف وسائل وقاية الجهاز التنفسي حسب نوعية الملوثات. لو أتربة في وسائل معينة غازات، وسائل معينة أبخرة، وسائل معينة أدخنة، وسائل معينة لحماية الجهاز التنفسي. تكون معدات على هيئة كمامات وأقنعة توضع على الوجه بحيث يغطي الفم والأنف أو الوجه ككل، ومنها ما يغطي الرأس بالكامل، زي المعدات اللي بتستخدم هذه الأيام لحماية الجهاز التنفسي من فيروس كورونا COVID-19. أنواعها: كمامات الأتربة سواء أتربة كيماوية دقيقة، جهاز واقي كيماوي وده بيحمي الأبخرة والغازات الضارة، كمامات شاملة بقى مختلف الملوثات، وكمامات ورقية وقطنية دي في صناعات الإنشاءات والنسيج والصناعات الخشبية، وأخيرا أجهزة التزويد بالهواء. رايح مثلا في تانك نسبة الأكسجين منخفضة، فبستخدم أو بأرتدي جهاز بيزودني بالهواء أو بالأكسجين. حماية اليدين على طول جاء في ذهننا الجلوفز، قفازات، ودي أنواعها كتير حسب الاستخدام. تتعرض الأيدي والأذرع في أغلب بيئات العمل لأخطار مختلفة، أكتر الشغل اليدوي العمالة تكون باستخدام الإيدين، فممكن يتعرض للحروق، جروح قطعية، صدمات كهربية، مواد كيماوية. القفازين ممكن يبقوا مصنوعين من القماش، والهدف منهم الوقاية من الأوساخ، ده استخدام عام، أو مصنوعة من الجلود للوقاية من الأطراف الحادة، وبيستخدموها وبيرتدوها عمال نقل المواد ذات الأطراف الحادة.
ممكن تبقى من البلاستيك، ودي للوقاية من المواد الكيماوية، عمال صناعة الكيماويات، أو مصنوعة من الصوف والقطن للوقاية من الجروح والخدش، بيستخدموا عمال الإنشاءات، أو مصنوعة من المطاط للوقاية من الكهرباء والمخاطر البيولوجية، عمال الكهرباء، أو الأسبستوس أو الأمينايت، ده للوقاية من الحرارة، وبيستخدموا النوع ده من القفازات عمال الصهر واللحام. حماية الجسم ككل بقى بالأفرول ده كله، اللي هو بيختلف شكله وحجمه والمادة المصنوع منها طبقا للاستخدام. لابد من استخدام الملابس الواقية مثل الأفرول، المرايل، التشيست السريري، الأحزمة الواقية وإلى آخره. كل ده بيسهم في حماية جسم العامل من الأضرار المختلفة في بيئة العمل والتي لا توفرها الملابس العادية، والتي قد تكون هي ذاتها سببا لوقوع إصابات. ممكن واحد جايب اللبس بتاعه من البيت، لبسه ده سبب وقوع إصابات معينة في حاجات بارزة، وخصوصا السيدات لو في أي آلات دوارة ممكن تسحب الشخص من هدومه، وبالتالي تؤدي إلى وقوع إصابات، وبالتالي لازم يغير الملابس بتاعه بيلبس الملابس بتاعت الشغل. الأفرول ده والمرايل أو السدير دي ممكن يتصنع من الأسبستس المطلوب الألمونيوم، وده على طول للوقاية من الحرارة، ورجال الإطفاء وصهر المعادن بيلبسوه، أو ممكن يكون مصنوع من الجلد للوقاية من الحرارة، بيستخدموه برضو عمال الصهر، واللحام بيستخدموا المصنوع من الجلد. أو ممكن تكون مصنوعة من القماش وللوقاية من الأتربة والأوساخ العاملين في الورش المختلفة، أو ممكن تكون مصنوعة من البلاستيك المرن ودي للوقاية من الكيماويات والسوائل وبيلبسوها عمال الصناعات الكيماوية، أو ممكن المرايل تبقى مصنوعة من الأسبست ودي للوقاية من مخاطر الحرارة، بيستخدموها وبيرتدوها عمال صهر المعادن والناس اللي شغالة قدام الأفران. حماية القدمين جه في ذهننا على طول مين اللي بنسميه احنا بلغة الدرجة السيفتي، اللي هو الحذاء الواقي للقدم. تستخدم تلك المعدات لحماية القدمين من خطر سقوط المواد عليها أو تعرضها للاصطدام بالمواد، ويشترط عند استخدام الأحذية الواقية أن تكون مصنوعة بمواصفات خاصة تلائم طبيعة المخاطر المتواجدة في أماكن العمل المختلفة. أنواع الأحذية الواقية: في أحذية مصنوعة من الجلد الطبيعي أو الصناعي المقوى بمقدمة فولاذية، ده في الأغلب تلاقي كده الحذاء الواقي ده لو وقع عليه إيه من قدام، فيه حديد من قدام هيحمي القدم، أو أحذية مانعة للتزحلق في بيئة العمل اللي فيها زيت وفيها بعض السوائل المدلوقة على الأرض، في أحذية تمشي عليها كده ما تتزحلقش، لكن الأحذية العادية هتزحلق. وفي أحذية ذات ساق طويلة تلاقي الرقبة بتاعتها طويلة عشان تحمي جزء من ساق من الساق بتاعت العامل. أحذية تصنع من مادة الأمينايت مغطى بالكامل من الجلد مع واقي لحماية الساقين، دي تستخدم للحماية من سقوط مواد حارقة أو منصهرة على القدم والساق. في أحذية مصنوعة من المطاط الصناعي أو الطبيعي أو من البلاستيك المقاوم للتآكل، دي تستخدم لحماية القدمين من تأثير الأحماض والمحاليل والسوائل. وفي أحذية عازلة للتيار الكهربي لو العامل ده بيعدي على أسلاك معرضة لمرور تيار كهربي، فبيلبس واقي قدم عازل للتيار الكهربي. أدي أشكال وأحجام مختلفة من مهمات الوقاية اللي احنا قلنا عليها، سواء نظارات أو واقي وجه أو واقي قدم أو واقي يدين أو الأفرول بكل أنواعها. على اليمين هتلاقي الرمز بتاعها السيمبول بقى، هتشوف الكلام ده تعرف على طول إن أنت لازم تكون مرتدي مهمات الوقاية الفلانية. يعني على سبيل المثال لو شفت ده يقولك ايه، البس الصديري قبل ما تدخل، ده لازم تلبس الخوذة، لازم تكون لابس واقي القدم، لازم تكون لابس نظارة،
لازم تكون لابس الجلوبز واقي اليدين، لازم تكون لابس سدادة في الأذن أو واقي الأذن. أتمنى إن احنا نكون عرفنا لمحة عن كيفية حماية أجزاء جسمي المختلفة وأنا بأدي عملي. أشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة وموضوع جديد من موضوعات السلامة والصحة المهنية، ألا وهو كيفية الحماية من مخاطر السقوط. شكرا لحسن استماعكم.